احنا الايام ذي توافق مهرجان الشيحيه. يا سلام. مهرجان الشيحيه ما شاء الله تبارك الرحمن، كل المزارع هناك الغالبيه يزرعون رمان، شبه تخصصوا بالرمان. وهذا وقت المهرجان الحقيقه. شوفت عيونكم ما شاء الله طعم واستوى وشغل زين الحقيقه، والمهرجان رائع. قبل سنتين رحنا انا وصالح عياد للمهرجان. يوم جينا ولا والله مختبين ومتضبطين، واثر سمو امير منطقه القصيمي بيجي، احنا والله ما ادرينا الصراحه، صادفت يعني. قلت لابو زياد، يا ابو زياد الامير يبي يجي، احنا ما لنا فقرات بالحفل ولا شيء، لكن غادينا نسلم عليه زي اللي كبيتين، بدل ما نسلم بس نسلم ونقول بيتين. يا سلام. ايوه ترحيبية. قال البيتين الشعر يا صالح، ولم ما دام احنا ناويين نسلم أسلم. اي يوم قاعد شوي ابو زياد قبل ما يجي الامير، والله صف له بيتين. يوم جاء الامير ونسلم عليه، قلت له سمو الامير عندنا بيتين ان بنشارك من الاخوان نفرح بهم. قال تفضل. عاد يقول يا مرحبا يا ميرنا فيصل الغالي نحييك، كل القصيم اليوم تسعد بقى يدها وربانها، القصيمة اليوم تسعد بيقى يدها وربانها، في ديرة الشيحية النور ينور مع مساعيك، وفي شوفتك زاد الحلا في مجالسها ورمانها، في شوفتك زاد الحلا في مجالسها ورمانها. سلامتكم. بيض الله وجهك. الحقيقة سمو الأمير داعم ومشجع الجميع المهرجانات، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا بالقصيم وبكل المناطق لا شك عندهم، وهو مهرجان الرمان ومهرجان عنب ومهرجان تمور ومهرجان اليقطين ومهرجان الفراولة ومهرجان الحنيني ومهرجان الكليجة، هذه كلها مهرجانات غذائية غير عاد المهرجانات الثانية مثل الغضا والربيع وإلى آخره.